بسم الله الرحمن الرحيم، حلقة جديدة من كورونيات. النهاردة بتشوف يعني آخر تحديثات للأرقام العالمية والمحلية في مصر. النهاردة الاثنين 7 مارس 2022، عندنا شوية مفاجآت، يعني دول يعني فوجئنا بيها في زيادات مفاجأة هنشوفها مع بعض دلوقتي. العدد العالمي لغاية دلوقتي المسجل 446 مليون حالة، ده المسجل. وقلنا قبل كده انه اضرب في 10، فلو قلنا اضرب في 10 يبقى تقريبا 5 مليار بني ادم اصيب بالكورونا، يعني تقريبا الكرة الارضية كلها عدت عليها كورونا بشكل او باخر. الوفيات 6 مليون في خلال حوالي سنتين ونص، يعني من بداية او سنتين وثلاث شهور يعني. فيعني احنا عدد الوفيات طبعا اكبر بكتير من العدد اللي بيموت مثلا سنويا مثلا من الانفلونزا اللي بيقدر بحوالي مليون مليون ونص حالة سنويا. فستة مليون حالة في الثلاث سنين او سنتين ونص يعتبر كتير. اللي خفوا 380 مليون حالة، وبالتالي عندنا حالات النشيطة 60 مليون و7 من عشرة. طبعا الناس اللي انتبع معانا التقرير اليومي او الحلقات اللي فاتت، الحالات النشطة كانت عدت 76 مليون حالة، دخلنا على 80 مليون حالة، وبقي بدأنا ننزل تاني مع نزول الموجة الخامسة عالميا. الحالات الخطيرة بتقل طبعا مع الوقت، حاليا 70 ألف حالة بس هم الحالات الخطيرة او المحجوزة في عيادات مركزة، اللي هم 1 من 10% من الحالات، و 99.9% حالات تعتبر بسيطة الى متوسطة. دي طبعا الصورة بتوضح لنا الموجات الخمسة، ادي الاولى ادي التانية ادي التالتة ادي الرابعة ادي الخمسة. وقلنا ان العالم صعب ان نحكم عليه من هاي الموجات، لان العالم ما بيمشيش مع بعض في كل حاجة. فاحنا ممكن نقول 5 موجات 4 موجات، في بعض الدول 3 موجات، لكن العالم على بعضه يعني الواضح فيه هما الموجات دي. احنا حاليا في مرحلة نزول الموجة الخامسة عالميا. الوفيات قلنا الموجة الخامسة كانت عالية جدا، يعني كل الموجات الاربعة بكده كناش وصلنا المليون يوميا. في الموجة الخامسة قربنا من حاجز 4 مليون حالة يوميا، وحاليا بعد النزول حاليا حوالي مليون مليون ونص يوميا. احنا حاليا في مرحلة النزول، لكن لسه اكتر من قمم الاربع موجات اللي فاتوا. في الوفيات الكلام مش كده، الوفيات احنا عدينا 10 آلاف حالة مرتين قبل كده في الموجة التانية والتالتة، وعديناها في الموجة الرابعة وضعوا حاجة بسيطة، لكن في الخامسة عديناها قربنا من 15 ألف حالة يوميا، وحاليا نزلنا في حدود 7 آلاف حالة يوميا. التغير الأسبوعي السبعة أيام دول اللي هم ينتهوا النهاردة بالسبعة أيام اللي قبلهم، الحالات الجديدة قلت 8%، الحالات اللي هي الوفيات قلت حوالي 20-19%، والحالات اللي خفوا قلوا 20%. احنا نزول في كل الأرقام عن الأسبوع اللي فات. اكتر الدول بقى عالميا لغاية دلوقتي امريكا، الهند، البرازيل، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا، المانيا، تركيا، ايطاليا، اسبانيا، الارجنتين، ايران، تقريبا نفس الترتيب بتاع المرة اللي فاتت واللي قبلها. المفاجأة بقى هنا ان عندنا دولة زي كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية عدد الحالات، فوجئت انا وانا براجع الارقام النهاردة يعني، انه عدد الحالات الاجمالي بتاعها قرب من 5 مليون، 4 مليون و6 من عشرة، والوفيات 9 آلاف، واللي خفوا مليون الا. فده معانا عندك اكتر من 3 مليون حالة ما زالوا نشطين. لما نرجع بقى للصورة دي هتلاقي ان عدد الحالات قفز قفزة مفاجأة في اخر شهر. الصورة دي تبين لنا اكتر ان عدد الحالات الاجمالية المسجلة في كوريا الجنوبية كان لغاية ابريل 2021، يعني لغاية سنة وشهر وسنة واربع شهور من بداية الوباء، او سنة من النهاردة تقريبا يعني 11 شهر من النهاردة، كان 105 ألف بس. النهاردة احنا بنتكلم في كام؟ في 5 مليون. فلغاية سنة فاتت كانوا 100 ألف. الرقم ده وصل المليون في فبراير اللي فات، فبراير 22، 5 فبراير 22، يعني من شهر بالضبط. يعني طول الوباء لغاية شهر فات كان عدد الحالات ما كملش المليون، وفي خلال الشهر الاخير بس وصلنا للخمسة مليون او قربنا من 5 مليون. ده معناه احنا عندنا موجة عالية جدا. هنا الصورة دي هتبين لنا الموجة اللي هي الأخيرة اللي كانت عالية جدا، أكتر من 200-300 ألف حالة في اليوم، 250 ألف حالة في اليوم تقريبا. بالمقارنة بالموجات اللي قبل كده دي هي كانت مش باينة، لو بصينا هنا هنحس إن مفيش موجات قبل كده، إن دي أول ظهور للوباء. لكن لو كبرنا شوية هنلاقي إن في بعض الحالات كده إيه على استحقاق بتيجي من آن لآخر، لأن طبعا السكيل بتاعتها 100 ألف، لكن الحالات اللي قبل كده كلها كانت حالات قليلة جدا. طبعا نفس الكلام في الاكتف كيسز، الحالات النشيطه برضه خفضت مره واحده.
الوفيات بقى ما كانتش بنفس الشكل. الوفيات كان في وفيات في الموجات اللي قبل كده، والموجة الجديدة ما كانتش وفياتها أعلى بكتير. الموجة الجديدة وفياتها كانت حوالي 200 حالة يوميا بالمقارنة ب 100 اللي قبلها و50 في اللي قبلها. فهتلاقي برضه إيه، إن الوفيات ما زادتش الزيادة الرهيبة بتاعة الحالات، وده بيؤكد لنا دايما القيم اللي احنا بنقوله كذا مرة، إن الكورونا بتزداد انتشارا بشكل رهيب جدا وبتزداد ضعفا في نفس الوقت. والزيادة الرهيبة بالشكل ده مع عدم زيادة الوفيات بنفس النسبة في دولة زي كوريا الجنوبية، دولة متقدمة طبعا في شرق آسيا، معناه إن النسخة اللي وصلت شرق آسيا كوريا الجنوبية وهتشوف بعد شوية فيتنام قد تكون نسخة أضعف كمان من أوميكرون اللي موجود حاليا. الله أعلم، أنا ما عنديش معلومة يعني. طيب نيجي بقى لفيتنام. فيتنام 4.5 مليون برضو، وفيات 40,000 اللي خفوا 2.5 مليون. فيتنام يعني بدأ متأخر في حوالي يوليو اللي فات أو أغسطس اللي فات، لغاية يوليو اللي فات كان في 100,000 حالة بس، كملوا أول مليون في أكتوبر اللي فات يعني من حوالي 4 شهور، ثم في الأربع شهور اللي فاتوا ده خفضت إلى 4.5 مليون 5 مليون. نفس القصة هنا، بس دي بصورة يمكن أوضح شوية من بتاعة كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية تقريبا لما تبص على الصورة بتاعة الحالات اليومية تحس وكأن الكورونا ظهرت لأول مرة عندهم الشهر اللي فات. هنا تحس برضه وكأنها ظهرت لأول مرة في أغسطس اللي فات، هي ظهرت من قبل كده بس كان عدد الحالات قليل جدا، فلما جات الموجات الكتير الأخيرة أو الموجتين الأخيرة هنا عاليين غطوا على الموجات اللي قبل كده فكأنهم ما كانوش موجودين. هنا الأكتيف كيس نفس الكلام، حالات الوفيات الملاحظ ان برضه الموجتين الاخرين كانوا الوفيات عدوا ال 250-300 حالة، وصلت بعض الايام ل 500 واكثر من 500 حالة في اليوم، لكن الموجة الاخيرة اللي هي اصلا اعلى في الحالات كانت اقل في الوفيات في فيتنام. المانيا من الدول المتقدمة جدا اللي الموجة الاولى فيها كانت موجة مثالية، لكن الحالات الجديدة طبعا كتيرة جدا. المانيا برضه من الشعوب اللي تعامت معظم شعبها، معظم الناس يعني. ألمانيا عندهم 15.8 مليون حالة، 16 مليون حالة تقريبا، في شعب تعداده تقريبا 80 مليون، يعني بتكلم في حوالي خمس أو سدس الشعب أصيب فعلا بالكورونا مسجلا. ولو ضربنا في 3 في 4 قلنا في حالات ما تبقى مايلد، حالات بتبقى يعني خفيفة ما تشخصتش، ممكن يتوقع أنه الحالات الفعلية اللي أصيبت أو عدت عليها الكورونا أو تعادت وما أصيبتش بأعراض من الكورونا قد تصل إلى أغلبية مطلقة من الشعب الألماني. اللي خفوا 12 مليون واللي ماتوا 124,000. الحالات النشيطة 3 مليون حالة. ألمانيا النهاردة في هبوط الموجة الخامسة، أدي الموجة الأولى أهي، أدي الموجة الثانية، أدي الموجة الثالثة، أدي الرابعة، وأدي الخامسة. نفس الكلام في الحالات النشيطة، نفس الكلام في الوفيات. الموجة التانية كانت أكثر موجة في عدد الحالات الوفيات، كان عدد 1200 حالة. الموجة الأولى أقل، الموجة التالتة أقل، الرابعة أكثر شوية، الخامسة أقل. نتكلم عن روسيا. طبعا روسيا حاليا فيها حرب مع أوكرانيا وبتاع، لكن روسيا ككورونا برضو يعني فيها حالات كتيرة، 17 مليون حالة إجمالي، 14.5 اللي خفوا، 350,000 حالة اللي ماتوا. زيادة حالات الوفيات هنا بالمقارنة مثلا بألمانيا، ألمانيا مثلا كام؟ 124,000 من 15 مليون. هنا 300,000 من 17 مليون، 300,000 من 17 مليون، فأكثر من ضعف عدد الوفيات في تقريبا نفس عدد الحالات الإجمالي. ده يديك مؤشر إن مش كل الحالات بتتسجل في روسيا، وإن عدد الحالات اللي مش مسجلة في روسيا أكثر بكتير من عدد الحالات اللي مش مسجلة في ألمانيا. دايما لما تلاقي نسبة الوفيات عالية أعرف إن في حالات كتيرة مش مسجلة، زي عندنا في مصر. عندنا في مصر إحنا الحالات عندنا الفعلية اضرب في 10 في 15 في 20 كمان بالراحة، لأن حالات كتير جدا من الحالات بتجيلها كورونا وما بتشخص. يعني اعتقد انه انا شخصيا جات لي حالة كورونا، جات لي كورونا مرة واثنين على الاقل في السنتين اللي فاتوا، وفي كل مرة بعزل نفسي وما بعملش مسحة ولا بتاع وبريح دماغي ومجرد بس اتخذ الاجراءات الوقائية وببعد عن الناس لفترة اللي هي العدوى في الاول وخلاص. انا شخصيا يعني وكتير زي كده غيري. روسيا النهارده هي في برضه هبوط الموجة الخامسة، ادي الموجة الأولى، ادي الثانية، ادي الثالثة، ادي الرابعة، ادي الخامسة اهي. الوفيات في روسيا برضه الموجة الخامسة أقل شوية من الرابعة اللي كانت قمة الموجة، كانت قمة عدد الوفيات اليومي بأكثر من 1200 حالة وفاة يوميا. النهارده بتكلم في 700 حالة تقريبا.
إسرائيل عدد حالات الإجمالي في إسرائيل 3,600,000 حالة. إسرائيل كعدد حالات كعدد شعب حوالي 10 مليون، بالعرب باليهود بكله، فإحنا بنتكلم في حوالي 40% من الشعب أصيب فعليا وسجل إنه مصاب بالكورونا. يعني تقريبا نقول إن الشعب كله أصيب بالكورونا عندهم، لأنه لما 40% هم اللي عملوا المسحات، أمال اللي ما عملش بقى قد إيه؟ وفيات 10,000 حالة، نسبة قليلة جدا طبعا من الحالات الإجمالي. إسرائيل النهاردة في هبوط الموجة الخامسة، برضه نفس الصورة نفس الكلام في الوفيات. الوفيات في إسرائيل بقى عكس الدول التانية، يعني وفيات محاها خمسة أو موجة خمسة كانت أكتر من أي وفيات سابقة. نيجي لمصر، عدد الحالات المسجلة 430,000، بقول لك اضرب في 20 يعني أو في 10، يعني قول 5 مليون إلى 10 مليون حالة أصيبوا فعلا بالكورونا في مصر، ده على الأقل. وفيات مسجلة 24,000 حالة. النهاردة مصر في هبوط الموجة الخامسة، مصر عندنا الموجة الثالثة ركبت على الثانية والخامسة ركبت على الرابعة. الحالات النشيطة في مصر وصلت لقمة في قمة الموجة الأولى في يوليو 2021، وفي يونيو 2020، وفي يونيو 2021 قمة الموجة الثالثة وصلت لقمة أعلى من القمة الأولانية، ولغاية دلوقتي هي في حدود 75% من القمتين اللي فاتوا. الوفيات في مصر القمة يعني تقريبا الأربع موجات من التانية لغاية الخامسة قمم قريبة من بعضها، 60-70 حالة يوميا. القمة اللي في الموجة الأولى بس كانت هي قربت من 100 حالة يوميا، ما وصلناهاش تاني الحمد لله. الدول من حيث عدد الحالات الإجمالي اللي هي الأسبوعية الجديدة، يعني اول حاجه كوريا الجنوبيه، ثم المانيا، ثم فيتنام، ثم روسيا، ثم اليابان، ثم هولندا، فرنسا، تركيا، هونغ كونغ، البرازيل، امريكا في المركز 11، في المركز الاول في الاجمالي لكن المركز 11 في الجديد، وهكذا. يعني مصر هنا في المركز 47 تقريبا. العدد الحالات الاجماليه 8000 حاله في الاسبوع اللي فات، 3700، قالوا على الاسبوع اللي قبله 32%، والوفيات قلت 45%. ودي كانت حلقة سريعة من كورونيات، ونلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.